مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في برنامج تان شباك الفن. النهارده فتحنا الشباك على لوحات ومعرض فن التشكيلي. المعرض النهارده الحقيقه كبير ومتنوع جدا وبيضم 4 فنانات، كل فنانه ليها اسلوبها وطريقتها في التعبير، وكل فنانه ليها المدرسه اللي بتنتمي ليها. فيهم فنانتين في بدايه مشوارهم الفني، وفيهم كمان فنانات قدروا ان هم يحققوا لنفسهم اسم في السنوات الاخيره. الفنانات الشابات هم سلمى سليمان وساره فتحي. بعد كده هنلتقي مع معرض لهايدي غنيم بعنوان وجوه بلا حياه، وفي الاخر خالص هنلتقي مع الفنانه شيماء عزيز اللي بتقدم لنا معرض حالات جسد، والفنانه شيماء من الفنانات اللي قدروا يحققوا لنفسهم اسم في السنوات الاخيره وليها كمان معارض داخل وخارج مصر. هبتدي معاكم بسلمى سليمان، وهي خريجة كلية الفنون التطبيقية، خريجة السنة دي. سلمى، النهاردة انت بتقدم لنا 3 لوحات من التصوير الزيتي، المعرض اسمه طقوس شعبية. انا عايز اعرف منك اللوحات هي بتدور حوالين اني طقوس شعبية تحديدا؟ هو انا بتكلم في اللوحات بتاعتي، اخترت 3 لوحات بيتكلموا عن اهم 3 طقوس شعبية، يعني احنا سمعنا عنهم او سواء شفناهم قليل، زي الزار مثلا، السبوع والفرح المصري. الحاجات دي احنا ما بقيناش نشوفها دلوقتي خالص، يعني طقس السبوع ده ما بقاش موجود زي زمان بالرش الملح بقى ودق الهون والاطفال الماسكين شموع، وحتى الفرح الشعبي القديم بتاع الستات الكبار واغانيهم، حتى الزار برضو ما بقيناش نسمع عنه قوي زي مثلا زي زمان او زي ما هو موجود في الذاكره عندنا. فانا حاولت ان انا اختار في كل لوحه يعني الستات في الطقس ده بشكل عام بيكون شكلهم عامل ازاي، او اخلي اللوحه بتعبر عن الحاجه اللي هم بيعملوها. فعملت الزار والسبوع والفرح الشعبي.